صباح الخير من ام تي في الايف للمشاهدين بلبنان بمختلف انحاء العالم، وتحيه صباحيه لكم وين ما كنتوا عم تتابعوا صبحيتنا المباشره على الهواء. كل يوم بهالوقت عم نكون حوالينكم. اليوم على كل حال نهار الاحد بكير شوي، رح نكون حوالي الساعه 12:30 مع القديس الالهي. احد مبارك على الجميع، بتمنى لكم، بتمنى تكون العائله مجموعه اليوم، ان كنتوا بلبنان مجموعين او كنتوا كمان موزعين بالخارج. منيح نهار الاحد يكون موعد لقاء باي طريقه من الطرق، الطرق كثير صارت اهين للتواصل. هيدا يعني بالنسبه للتواصل الاجتماعي هيدا حظ بالنسبه لنا، وبالنسبه لكل التطور التكنولوجي هيدا حظ بالنسبه لنا، انه مهما كنا ابعاد نقدر نكون قراب بالفكر، قراب بكثير من المواضيع، ونكون دائما على تواصل. حين وقت القطاف بكل مناطق بلبنان، ما في احلى من المشوار على الجبل اليوم لنشوف كيف عم ينقطف كل الموسم من كل الثمار الموجوده بلبنان. تحيه كثير كبيره اليوم للمزارعين يلي بينطروا هالموسم، بينطروا هالوقت. بتأمل أنه يعني تكون أموركم أحسن. هالمرة الشتاء ما كان غزير، ويعني الطبيعة كانت رحومة. بتأمل كمان أنه تكون الأسواق مفتوحة بالنسبة لألكم. طبعا خير ونعم وبركة ثمارنا بكل المناطق بلبنان، والطقس اللي بعده عم يساعدنا ليكون عنا أطيب الفواكه وأطيب الخضار بالمنطقة. نحن مواضيعنا عديدة بأم تي في ألايف لليوم، رح نبديها بعد شوي مع أوتوفوكس. خليكن معنا، مواضيع عديدة بانتظاركم.